واقع الانجازات الذي اصبح ماثلا في سماء تاريخ استقلالها تعتز به دوله الكويت سنه تلو الاخرى وتحرص برؤيه قيادتها السياسيه وبعظم الجهود الحكوميه على زياده رونقها وبسط اوجه النماء والتطور بين ربوع مجالاتها نعم جمال فقد استطاع الاقتصاد الكويتي ان يحافظ على قوته وحيويته مستندا على عمق مضامين رؤيه الكويت الاقتصاديه 2035 والتي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي جاذب للاستثمار. في كل عام تحتفل فيه الكويت بعيد استقلالها وذكرى جلوس الامير الراحل عبد الله السالم الصباح رحمه الله كامير لدوله الكويت وبذكرى التحرير ترى دره الخليج قد قطعت اشواطا كبيره في مجال النماء والتطور ومحاكاه ابهى صور التنميه التي تشاهدها كوضح النهار ملازمه كل مجال حيوي يسير بثبات على طريق النهضه الشامله التي تنشدها القياده السياسيه والحكومه وبما يتناغم مع تطلعات الشعب الكويتي واحد وستون عاما مرت على استقلال الكويت ومنذ تاريخ التاسع عشر من يونيو من العام الف وتسعمائة وواحد وستين والكويت تستدل مسار تحقيق المكتسبات التي نقشت بحروف من ذهب منطلقة من أبواب تاريخ مفعم بعبق النجاح والتقدم مسيرة تسجيل الإنجازات يواصل المحافظة على رونقها وزيادة رصيدها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله الذي يذلل السبل كافة وما زال يحرص على تطويعها من أجل تسريع دوران عجلة الاقتصاد من خلال حزم تحفيزية تتبنى تنفيذها السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية. وإذا ما أردنا أن نخص بالذكر واسترسال الحديث عن الاقتصاد الكويتي فانه وبلا ادنى شك استطاع وعلى مر السنين ان يحافظ على هيبته تلازمه العافيه رغم ما واجهته الدوله من تحديات عديده ولعل اخرها تلك التي نعيشها اليوم في ظل انتشار جائحه كورونا والتذبذب الحاصل في اسعار النفط إلا أن الاقتصاد الكويتي وبفضل توجيهات الحكومة التي كان لسياساتها الدور الواضح في عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتلامس الصواب إضافة إلى القيام بعدد من التدابير المؤدية نحو إحداث إصلاح مالي واقتصادي يتواءم مع رؤية الكويت الجديدة 2035 الرؤية التي راعت أدلة القياس كافة واستندت على خطة وطنية محكمة تعتزم تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليميا وعالميا جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية بروح المنافسة ورفع كفاءه الانتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطيه في ظل جهاز حكومي مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنيه والحفاظ على الهويه الدينيه والاجتماعيه والتنميه البشريه ويوفر البنيه الاساسيه الملائمه لبيئه اعمال مشجعه للانطلاق نحو امضاء هذه الرؤيه المستقبليه وتوفير فرص الاستثمار والتنميه استنادا على الموقع الجغرافي المتميز والبنية التشريعية الجيدة والنظام القضائي المتكامل وسياسة خارجية متزنة لتلفزيون البحرين محمد رشادات